أخشى ما أخشى الآن إن إحنا نأخذ القرار الصح في التوقيت الغلط. شلون؟ يعني مثلا نبغى نشيل مانشيني ونرجع رينار ولا نجيب مدرب ثاني ما نسويها إلا قبل المباراة الجاية أسبوعين. صحيح. يعني المفروض بكرة أمر بقاء مانشيني إلى نهاية التصفيات من عدم يحسم إذا ما كان الليلة طبعا. طيب أخاف ناخذ القرار الصح في الوقت الخطأ، يعني لازم ناخذ القرار الصح في الوقت في أسرع وقت ممكن. بتبقونه ولا بتشيلونه؟ لو بقوه طيب، لو بقوه حتى يطلع قدم البرنامج وانت تقدم برنامج وانت ضيف معانا وتستمر الحياة، لنا قرار احنا في المدرب نشيله ولا ما نشيله. لا انا اسأل لو ابقي عليه بنزعل شوي ونضايق وشكوى. طيب انا 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 بقرر يقعد ولا ما يقعد، هو القرار عندي ما قعد، بس القرار عند غيري في اتحاد القدم. طيب تعليقه بسيط.